أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. إخوتي الأعزاء، درسي أنا عاوحو نقندونا عشر كيسي ديدي أفرتنا هذا تفسير كقرآن كريم وحاوك باللام دونا سورة النور، وأين حالي مقدمة قدر أين كجيسني سورة النور وحاين الزنا ذكا أوران لهين ما دام تفسير كوبي هاي وشرح بدن أين نقول تلقلين تفسير كي أوران لما ينبين آدو كقور رني كوين الدنبنا إن شاء الله وكفا فاين دون ناديل هاي إنو داير روح ده سيكو أبن بين وقو تلقل لي سنة كنين تفسير كو أقرينو مركا إن يرو كفلان واتينو حالي زند إيا حالد إذا كغور رني. قال الله تبارك وتعالى إلهي وحيري هذه تاني سورة ومتس الرئيس أو شأن قيد ويهي إرق سورة وحين أكون لأف عربيها وحالي لهذا المنزلة السامية ومرتبة السراء أي سورة لي لهذا قرآن الكريم كأنا بقولي عفر يطلن سورة دود أيو ككو بي آيو سورة ولب الدرجة أيو شرف إيا كرامة سراء أي إلا دهي ما دام أي تهي كلامك إلهي تبارك وتعالى وي هذه تاني سورة ومت شأن قيد العلوس يهي شأن قيد سراء أيو أنزلناها وانسودتنا سورة وفرضناها حكم كيدنا واجبا كي يالي وفرضناها سورة وانفرض يالي وأحكام تيدو واجب وي وأنزلنا وحا نسودتنا فيها سورة لحديدة آيات بينات آيات عد أيان كسودتنا لعلكم تذكرون سي أوان تودان وأوان تقوان قادتان درتين أيان سورة شأن قيد العلوس يعي أنو إذن كسود جيني الزانية هوانت الزنيسة والزاني يويل كالزنيسة فاجلدوا كل واحد مدكستكر باش كل نفتة ومنهما لبودو ذكمدة مئة جلدة بقول شابوك هلغو نفتة ولا تأخذكم يئذين قبن بهما لبضاس
رأفة هودم قنينو هون حريصنينا إلهي أغمرنا حريص بدنين إنا بقول كاتي هذا الكتشر تنبا أغا خير بدن إنا معاصي دا كود ديسان هذا هو وحي كنو قنمرك إلهي هوري ما دان وحكا علسو عني قادي كرين نفتو دونا مركة دنبا هذا يوحن لغواني وايو أو تلابا لغا قادن وايو نفتو ويلسي قبصن دون تا تاسانا وغا دباتا بدن dibaatooyin ka gaari doona hadaan laga abhinin ayaa kaga badan doona ee ha u naxariisanin oo ha is oranina ka daaya shaabuga walaa taakhudkum yaydeen qabannin bihima labada ruux ee sinaystay ra'fatun wa hna xariisi yaydeen qabannin labada ruux ee laga hadlayaana waxa weeye dhadig iyo labood aan guur xalaala waxba ku soo arki way fi diinillaahi حكمك إلهي يا عقابك إلهي هوغن حريصننا إن كنتم وهدي آتيهين تؤمنون بالله واليوم الآخر هدي إيمان الله رميسنته الرياي ما لنت آخرنا وحدك ريسان حدود إلهي هكون حريصننا وليشهد قوبتوك هكا أهادين عذابهما ماشا لغو أبال مرينة يلغو عقابة يلغو بضا الروح طائفة كوح من المؤمنين مؤمنين تكمدا مركع حدود دا فلين ايسان وإن كوح مسلمين تأيه اي باشا قبشوك أهادان وحا إلهي قانا تبارك وتعالى روح بن آدمي انتو عرد قيس يشرفتي سإلى شضو ايا كبضا انتو جسد كيسا دمقشد سو قاريسا وكعب صدا مركا هدين روح اللي راهضو مركا تسيني ستيكو قعداتو فقارا لغو كينيا انو شرفتي سر دورتو او الى شدبا وقحوق بدن انو كعب صدا كرباشك مركا الهي ساقا ابو ربنا آدمي ايا ضمير كودا وحونو اقيا يقفكو انو آدي آد وققب بدو حمانتا ان فقارا لغو سو جوجيو الزاني روح الزنايستي ويلكيه لا ينكحو لا ينكحو مقور سنيو إلا زانية شرموت إساق أوكال أموياني أو أمس مشركة مشركة أما وحو قور سنو المشركة كسي الليدتا تا مسلمة دا إيدن بابتي والزانية هوينت زانية دي إهنا لا ينكحها مقور سندونو إلا زان مد أو سيدي دوك الزانية مياني أو مشرك أما مد دين لا وعا لبضا سبيالا أي إهل أنق دان با إلهي وحلق أوضا شمبر بشمبر كيسو لدولا غالبا سيدي أبضان تاي طبيعة بشركو لبضا ليتا إيقا إستونتا أو نن ليتا انت بدل ما هو يستو قبر عفيفة او مؤمنة او اهل الصلاة او تقية مدونتو سببتو اسمه بفهميان هذا الكوبا يسوق مرد عيو مركا سيدا يقبض انت ايبا الهيني وحا استونتا وانت الليدتا او متكا زانيه انت بدل هدو ناق اقدا يعني دمعين وقورسدو وحو هدية شير يساقو كهلا وانتا سيديسا حمان تتقان أما محك اللي تا إلهي كبه يوم مشركات بلا الدين أيو لكل ما والزانية هو أنت زانية أنا لا ينكحها مقور سندونو إلا زان مد أو سيدي زاني أمو يعني أو مشرك أما كسي اللي تبع وصدع نظامك إلهي قول لغي عالم كسيدة أبضان تايوية مرمر يرنف وينعي كرتا سيدة عكسك إنا يقول لعضو لكن هذا يجير انت اسكو بيغانتا وان اسكو دبيعة دويا وحرم والحرام يلي ذلك الزنداس على المؤمنين مؤمنين تا زندا واللغا حرام يلي اما وحرم واللغا مانعي ذلك ان الروح عفيفه قبر زانية دا قورسدو اما قبر عفيفة دا ان ننزانية اللوب قوريو ار الممنوع دين تاكو اوي على المؤمنين مؤمنين توالود دي والذين دولك يرمون كجمية
المحسنات كوى دورسون حمان آني قابن كوى كوى ايضاين اي كتوريا ثم لم يأتوا أسان كينين بأربعة شهداء أفر مرخاتين كيني وايا فاجلدوهم كوى صدا يلي كرباشا 80 جلدة سديتا جيدا البالغو دفن حكم كنوع كوى الرمية حكم كالليل هذا حد القذف وقفك مسلم كاها وان زنيسنين وان عدين لوهينين روح فقاريس لتاقة اي راهده هبل وزانية اما هبل وزاني وح عديننا ان اوهينين روح اوكو قميانا روح بيني بحي اولاقو يقانا انو اهين وحاك كواجيب ايا انو افر مرخاتي كانو والله إذا هذا الروح وحد كأي ذي سئن وزين يستي إسلام كروحه إلى لي شرفت الروح أفر مرخاتي أو عدين يدنتي إربدو هنا يسكتشين صوبان لك هدي وعيو وصدح أبو صاح علي مدك أفراد نوح إلى أنو ما نركي دنتي إربد يجو دش إسك صار صارن ما نركي ضد سوي بوريسا وحنا لغو يالانا يا صد حدا محامكو إلا حدا مرخاتي يدا آيه كاكلا إيدي ييبا كرباش با لغو يالانا يا ما دام حكم كاسي اوچاوي مركا إلهي وحوليه زينادا وحا لغو عدا يا أفر مرخاتي هولها كلا أوردن لبا مرخاتي أيا أبادن مركا اللو باهن يهي إن لغا مرخاتي فرو هداي مالتهي إيا هداي نفتهي وقف للدلي لبا مرخاتي با كفلان إنا يعدايا ننكي ديلاي من روحي ديلاي لكن زينادو ويكحل بضانتا هاي والريحي ها الدين لديلو ديميبا لكن قبكا لغو إيدايي شرفتي سي محان كورا كرامتي سي إلى أبد الآباد ويداو عنانا إيسا مركاسي كرامتا إي عرضيك قبكا مسلم كاللو بدباديو وحال لأدكيي حكم كاكسور توبا زينادا أفر مرخاتي با كمرخاتي فوريا هدي أفر مرخاتي لو آيوم هي روحي واللوق في سيدين اللو الدين بحنايا وحا إلهين والذين دولك يرمون كو قمي كو توريا كو إيضينيا المحسنات هوانك مؤمنات كيردورسون ربنا واللمد ثم الضبضين لم يأتوا آن كينين بأربعة شهداء أفر مرخاتين كينين فاجلدوهم إذا سنة إساقا أهي هلا كرباشو 80 جلدة سديتا كرباش هلا قرفتو ولا تقبلوا لهم ولقينها كأقبلنا لهم كوا شهادة شهادة هي مرقاتي أبدا ولقي ما مرقاتي قليدونا أو هاي بدي مرقاتي قليدنا إلهي وكلا نقضي وأولئك كواسي هم الفاسقون وكوا عن حدود دبر حرب اللهين dadka muuminiinta ceebta marmarinaya illa laakin illa marka laga reebo alladina kuwa taabu tawba keenay min baadi dalika intii laga jaray karbaashka dabadeed tawba ayaa laga rabaa oo ka tawba keeno gafkii uu ku hadlay haduu tawba keeno waa loo soo celinaya xuquuqdii marqaati gelida illa muyaane alladina kuwa taabu كوي توبة كان من بعد ذلك انت أرنت على إسلام صومر الدبدين كوي توبة كان وأصلحوا أرن كودنا التوسيي نقن كود وناجيي فإن الله إلهي غفور دم بدافه ويرحم نحريس بضن والذين يرمون أزواجهم هل كان وحى إلهي كغور رميا نمبا وحولك المي إلهي إنما تصوي هاوينتي سي او لغو رران يحيب الله كل ماي او غوغل داف سمين ايسا ويد عدي سبن كين نبيغا عليه الصلاة والسلام سبن كين رسولك ويد عدي ارنتاني وحيكود عدي ننسى حابئة او لغورنجري هلال بن امية هلال بن امية صحابي لغورنجري ويكود عدي أرنكي مركو أركي أيو نبيك أيمي عليه الصلاة والسلام
نكن هلال بن أمية واحد كحس سلطان كعب بن مالك صدق ذين رنت الشيء إلهي تبارك وتعالى سورة التوبة كجور رمي متك مدويان أرن كود الدب الأرض جاي وعلى الثلاثة الذين خلفوا أيكم ذها ومؤمن بوها محام كود هذا مركو نبي قوي مدبوا إلى أرن كاسا نبي الله وياب كاسا يقب صدي هوانت يدي الله جور ريني بان أركي أو محام كود عين كان لأن النبي يقول حكير عليه الصلاة والسلام ويلي هو وحال لغاربا مرخاتي أما تشيد البال لغاشري ونبي الله عليه أنا بأركي ما إنت إنت أن عرى روان سوق كسو أرورين يا أفر قفر رون يا كالايا واتري سمر كيما لغوك لتيجي معي إله بان كل بارتي رن بان شيغي منا كبين أبو رن يا قبر ليدا وحاس كيك وعرض كيك وشرف ديدي لكن أرن كني قاد هو أبو يبوي هاي ما أنا روشيغي يا بأهدنا ليلي هاي حاس كاك ودونا أفر مرقاتي وكاك مرقاتي فور عقن كسا أرورين حاجد ودماتي وحكرا أن حكومة هاي يبوي لنبي عليه الصلاة والسلام أن حكم كالي أو أرن كاس كسابسا أو أن تشيد الكاء هاينا ما أفر مرقاتي أن ما هاي البينة أو حد في ظهرك مرقاتي كيويل يهو أما دبر كاك صوديق سيديتا تشيدا فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا أينطلق يلتبس البينة هدير رئن حاسكي سوء عركو أمي عرر يا أبا الحضون يا عيد مرقاتك النقطة والذي بعثك بالحق إني لصادق إله كبس وصار حق نمان كل أرتر رنبا يانشيغي ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد وح إلهي أن إلهي وسود جندونا وح كبات يربر كيك كرباش أيو إلهي سود جندونا مركاسو إلهي سود جي آية ذهن قرآن كا أو لما بخنو نرش أو دم وحي سدن يالا لغو كلا حكوم الدونا نبي عليه الصلاة والسلام قبرنا وؤياري ننكينا وؤياري وحكم كلا يرحض اللعان كا أيا هلكا كرد الشي لعان كو وحويي لبدي الروح أرن كاس دحمري إيس خبي ننكا دارنا يسد صوص عتعفر دارود وإلهي مرخاتي قشنا يو دارت أف شنادنا وحو إلهي كدل بندونا إن إلهي أولعنا دو هدو بين شيء يو يعني إن رنتين تايبو إلهي مرقشن دونا مركو إساقو شنطا دارود هل كاردكتو هوانتي والسوو جوجين هيا ولا وعدي هي ولا وانين هي الدنيا ما انت اللي جوغا تا اخرا كدر هدي شيطان او كا اود بطي ما انت ان الدنيا دا انت عاد نوش اي ارنكا عاد غوان كا غادو لغا غويا كا غا وراسن ان عاد قرصتو او عاد مخان كورا بين شيكتو تنا يدينا كما جوغسنينا وي دارتي نبي غو خو يري هدي نين صفدا هي صفدا له ويل صفدا له هدي دشنا نينكا لغو تهمي باله ويل صفدا له هدي دشنا وحا اسكل نينكن او كو قلدمي مركي اي امشي كي لغو تهميي بو صفدي سيشي مركا و خو يري والله هدي ان روحون حدود كجري لها شريعه حق سيسينا لغا جرينا ودليل بان قرينا كدغن لها مركا ارينتا لعانك الله يراهدو مركي دعدو هدو علم أبورمو أو هلكا علم كردشو لبادي والد مركي هورا إسقبينا أي كلا دقاقانوي نعلد قود كي صوغة تورين علمه يا اللوغو أبترين ايا هو يدي با اللوغو أبترين ايا إنه هو يبو نقون ايا ننكاسنا وح الله ليه حقوق علمها كل ياهي مجري دونتو هدي لبادو دا الدنيا دا اي كهران الدب إسو حلالو بما يانو اسم قرسن كرا أحكام سدا سبا كدلتا مركو لعان كو يمادو لعان كو نوا لبا روحو إسقبي أو أرنتاسي أي دحتمد سدا لو كلا قريو أيو إلهي كورميا قال الله تبارك وتعالى إلهي وحيد والذين رجع يرمون كوغان كتوريا أزواجهم دمر كودا كو زندا كوغاميا ولم يكن لهم شهداء أسان هيسنين وحمر خاتي قال أو أفرتيا
إلا أنفسهم نفتود موياني مرقاتك لنا ما هايستان هو أنتي سين الزين وكنت المامي نفتي سمويان شهادك لنا ما هايستو ها فشهادة أحدهم متكم إذا لبض الروح إس هايستا متكم إذا مرقاتك سوح نقونا يا إنو لي ما دو أربع شهادات بالله أفر شير إنو إلهي مرقاتك شدو أو يرادو ننكو إنه إسجا ننكا إيه لمن الصادقين إنه كور لوي رنت الشيء يكمد يهي أي أفر شير إلهي كمرقاتي قشنايا وحان إلهي مرقاتي هو قشنايا إن رن شيء وحان إلهي مرقاتي هو قشنايا إن رن شيء أفر شير بورانيا والخامسة مركز شنادنا وحورانيا أن لعنة الله إن على الد إلهي عليه كركس أهاتو شيء إن كان هدو يهين من الكاذبين كوا بنت الشيء هدهم بين لا هيب أورن لعنة إلهي كركي جها أهاتو كوس وقت ميا مركا هو أنت عادي سيدا كوا مستوى قرتنا وحلقة شريعة حديدي حديك لنا وضع أفرا ويدرأ واحد دفاعي عنها هو أنت لقول دارتي العذاب عذابك وحا كدفاعي ويدرأ أي ويمنع وحا كهر جوكسنا يكبد بعدين عنها هو أنت العذاب عذابك عقابك نقاح لقول ديل لها وحا إينا كمانعي دونا أن تشهد إني مرقاتي قشطو أربع شهادات أفر مرقاتي أفر جهر مرقاتي بالله إلهي أي مرقاتي كنقاتو او اي تراهدو انه وحا الهي مرق آنو قشنايا انه ننكني لمن الكاذبين انو بينا ليالك كمد يهيبان الهي مرقاتي وهيستا والخامسة مرك شنادنا وحي اران ان قضب الله عليها وحي اران ايسا عرض الهي اني كركيد اهاتي شيغي ان كان واحدو يهي ننكن انيقا اسو تاغي من الصادقين هدو رن كور رن تشيغي يهي إلهي على ذي سجود كيها آتبي أرن ولولا فضل الله عليكم هدي إلهي ديغ ذي سؤال جود كي نصاران لهين ورحمته هي نحريس دي بهداني جود كي نصارين لفشلتم لو ده جواب تيدو محذوف إلهي وحولي هي أستراد دي إلهي ديغ دي إلهي بألغوك لا سعضاي أدان إلهي الرحمة دي سي ديغ ذي سجود كي نعهان لهين وفشل بلهي ذي وجوابتي وأن الله إلهينا تواب توبة أقبل بدنوي يعني حكيم أو حكيم أهو حكمة يعني فرصمة بدنوي إن الذين جاءوا بالإفك كوي يطبن كان آيضون أي نعرب كساري آيضاني أبوه الرئيس وحيكور رميسا قصدي حنون كبدنيد النبي جنا آد يا آد وقنبو نقنق لسي نمان كي منافقين تا أي بين أبورين يا أي كت المامين عائشة إن الزني ستي حاشاه وحاشا وحاد عدي صفر صفر هذا كمدو النبي إنه عليه الصلاة والسلام دول لماذا أبحي وإلا سعت سيدنا عائشة أيها الدبادنا وحاد عدي يدو لك يدي نقول لها أي أرورت أنت أنا عد عيد الصباح أي وحاجة بنان كأوب أحد يسيح حاجة ده وسوق بدته markii ay soo noqotay ayaa laabteeda ay taabatay waxay weeyday kuul amaana ahayd ay ku xidhnayd halkii ay haajada u tagtay bay dib ugu noqotay waxa dabadeedna soo gaaray waqtigii la guurayay dumarkana waxa la saari jiray qabaal weyn oo ay hawda jiraadaan carabtu markaas awrta lagu rari jiray haweenka caayishana gabadh da'yar oo fudud oo aan heli badan lahayn bay ahayd أفر ويل باي من الصحابة ذي أورخي باي رارين هودج كنا وحو كسم إسنا قرية علوس مركا أفر ننا وي أهايين ميد دادين بمركا إن قفكو جريا إن كلا أورخي بالله ساري هودج كي أمران طبعا دينا عيدان كي وي قورين عيدان كي مركي قورين باي عائشي صون نغطي ماشي وعدلاء وحا استري كل وي كتبي دونان حدي أدقا قدنا وي سوي داران دونتان halka aad isku waydeenun fadhi kulli cid baa lagu soo dirayay halkii bay fadhiisatay waana waqtigii xijaab soo dejiyay intii ay fadhiday gabadha yar bay ahayd way lulooto way gamacday
waxaa jiray nin la odhan jiray saxaabiyo safwaan binu mucatal la odhan jiray oo ciidanka gadaashiisuu degaa. Markay ciidanku guuraan buu isagu ka soo daba guuri jiray. Wuxuu ugu talagalay markaa ciidanku wixii ay ku ilaabeen meesha inuu isagu soo ururiyo. intaasay shaqadiisu ahayd. wuxuu u yimi caaisho oo hurda oo jilbaabkeedina huwan. intii aan xijaabku soo degina wuu yiqiinay inay caaisho tahayna wuu aqoonsaday. subxaana allah ayuu yidhi. markaasay ku toostay subxaana allah. awrkii uu saaraa ayuu fadhiisiyey. cagta ayuu awrka kaga joogsaday wuuna ka sii jeestay. awrkii bay sidii ku soo fuushay. wuu soo dhaqaajiyey safwaan binu mucatal. wuu soo dhaqaajiyey ciidankii buu soo gaadhsiiyey caaisha radiallahu tacaala canha. dabadeedna waxaa halkaa qiso ka alifay ninkii la odhan jiray cabdillaahi bnu ubay bnu saluul oo munaafiqii munaafiqiinta ugu weynaa ahaa. wuxuuna tilmaamay sheeko odhanaysa buu dhisay. caaisha iyo safwaan binu mucatal way isla hadheen, way kala sinaysteen. sheeko noocaasoo kale ah oo dheer oo xanaf iyo xanuun badan ayuu abuuray. qisadeedana gadaal baynu insha allahu ka faahfaahin doonaa. xaadithatu lifki baa la yidhaahdaa. waa qisadii been abuurka oo qoyskii nebiga aad iyo aad bay u damaqday. waxay aad u damaqday abaabakar iyo caaisho hooyadii ayay aad u damaqday. usrooyinkii ugu qiimaha badnaa birima geydada ahaa ayay wada taabatay arintaasi. arinka noocaasa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ka soo dejiyey 11 aayadood. caaisha radiallahu tacaala canha waxay tidhi anigu waan iskala han yaraa oo ma aanan filanaynin in qur-aan ilaa abad alaabidiin la aqriyo. arrinkayga ilaahay igu beri yeeli doono, si kalowna mar manaam ama wax kale in nebiga loogu sheego baraa'adayda mooyaane ma aanan filanaynin in qur-aan kariimihii arrinkayga ka soo degi doono. ilaahayna wuu beri yeelay. arrinkaasinaanay caaishi ku jirinna ilaahay wuu ka markhaati kacay. arrinta caynkaasi 11 aayadooda qur-aanka ka midii ay ka hadlayaan ayaa ummado maanta islaam sheeganaya waxay weli ku dheggan yihiin. arrinkaa ilaahay uu aada uga warrami doono sida adagu wada warramayo, oo waxay aaminsan yihiin caaishi inay nebiga khiyaamaysay oo ay sinaysatee waa shiicada. marka 11 aayadood markay ku kufriyeen, gaalnimo kaleba loo dooni maayo. ninkii aayadaha qur-aanka walow aaya waaxida ninkii rumaysan waaya, ninkaasu diin islaamka bannaanku ka noqonaya. marka arrinta caynkaasa ee munaafiqiintu ay alowseen ayaa baraa'adeedii ilaahay tabaaraka wa tacaala 11 aayadooda qur-aanka ilaahay uu ka soo dejiyey. qaala allahu tabaaraka wa tacaala, ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina duulka jaa-uu la yimi bilifki, beentii la sameeyey. ifkigu waa marka beentu ay talax aad iyo aad u xaddhaafto ayaa ifki la yidhaa. beentii xaddhaafka ahayd kuwii sameeyey cusbatun koox bay ahaayeen. minkum idinka idinka mid ah laa taxsabuuhu sharan lakum, arrinta noocan oo kale ah ha baasaysanina. laa taxsabuuhu ha u malaynina sharan lakum, balaayo inay idin tahay. waxa weeyaan waaya aragnimo. waxay soomaalidu tiraa balaayana ma ficna, waaya aragnimona ma xuma. markaa ilaahay wuxuu leeyahay in muslimiinta dhexdooda arrintan oo kale ka dhici karto ayaa horta la idinku baraarujinayaa. arrintanna ay cashar idiin noqoto oo aayaha dambe aa ka feejignaataan arrimahan oo kale inay dhexdiinna yimaadaan. marka waa cashar la idin siinaya, waxba ha baasaysanina baa ilaahay yidhi. laa taxsabuuhu ha malaynina sharan lakum, waxba ha baasaysanina, bal iska daaye, huwa arrinkani khayrun lakum yaa ahla abaabakrin, ree abaabakarow arrinka noocan ahee la idiin tilmaamay khayr baad ka helaysaanoo rabbi xaggiisa darajo iyo sharaf baa idinka korodhay. cidda la leeyahay ha baasaysanina waa abaabakar iyo qoyskiisa. khayr baad ka hesheenoo ilaa alqiyaama saaca qur-aan idin beri yeela ayaa ilaahay idinku soo dejiyey. ilaahay tabaaraka wa tacaala been abuuradkii la idinku sameeyey iyo gafkii la idinka galay ajri iyo xasanaad badan baa ku hesheen.
marka habaasaysanina ree abaabakriyow bal iska daaya huwa xaajadan iyo arrinkani khayrun lakum idinka khayr buu idiin ahaa oo ilaahay ajrii xasanaadna waa idinka kordhiyey qur-aan kariim ahoo ilaahay kalaamkiisina waa idin beri yeelay likulli imri'in axad kasta oo minhum jamaacada iyo cusbadaa ka mid ah waxaa u sugnaaday maktasaba intii uu shaqaystay oo min alithmi dambaaba kooxdii arrintan qaadaa dhigaysay ee arrintan samaysayna axad walbaaba roolka iyo kaalintuu ka qaatay abaalkeeda waan marin baa ilaahay yidhi likulli imri'in ruux kasta oo minhum cusbadaa iyo kooxdaa ka mid ahaatay min alithmi maktasaba wixii uu shaqaystay buu heli oo min alithmi dembiga wixii kaga soo aada ee ciqaaba waan marin doonaa baa ilaahay yidhi walladii midka tawallaa tunka u ritay waayo kibrahu culayska dembigaasi lahaa inteeda badan ninkii mas-uuliyaddeeda lahaa oo minhum idinka ka mid a lahu isagu wuxuu leeyahay cadaabun cadiim isaga cadaab weyn oo aan tawbo lahayn baan ku xukumay baa ilaahay yidhi sidii baanu ku dhintay ehlunaarna ku noqday waa cabdillaahi bnu ubay bnu saluul walladii midka tawallaa ka mas-uul ahaa ee dhabarka yacni u ritay kibrahu intiisa weyn arrinkaa dembiga ah qaybtiisa weyn ninkii tawalliyey ee dhabarka saartay oo minhum idinka ka mid ahaa lahu wuxuu leeyahay cadaabun cadiim cadaab aada iyo aada u weyn buu ku mutaystay baa ilaahay yidhi marka ilaahay markuu inooga warramay intii dembigaa geysatay ciqaabkooda in ilaahay uu u qorsheeyey kii ugu weynaaye arrintaa dhabarka saartayna ilaahay uu ugu bishaareeyey isagoo ifka jooga cadaab cadiim ah kuwa ilaa maanta hadal hayaana waa la xukum uune ee ilaa iyo maanta caasho looga maaro la-iyo iyo abaabakar iyo cumar iyo xabsa kuwa afka ka dhigi lahna waa noocoodaasoo cadaab cadiima ayay helayaan sida qur-aanka kariimkii uu ka markhaati kacayo eh wuxuu ilaahay u soo noqonayaa shacnigii mu'miniinta iyo muslimiinta ilaahay wuxuu tusayaa dariiqa saxa iyo sida arrimahan oo kale loo waajaho wuxuu ilaahay yidhi lowlaa miyay dhacdo id samictumuuhu warkan goortaa maqasheen maxay u dhici weyday dhanna almu'minuuna inay maleeyaan mu'miniinta ragga ah iyo walmu'minaatu haweenka mu'minaadkii inay maleeyaan bianfusihim naftooda khayran may khayr isu maleeyaan warka noocan oo kale dhiilladii markuu idin dhex yimi maa tidhaahdaan allaylehe warkani annagu caa'isho khayr waxaan ahayn kuma filayno siduu qalbigiinna iyo dhaayihiinna iyo caqligiinna uu u maray caa'isho oo taqaaniin cifaayadeeda iyo qoyskay ka dhalatay iyo axadkay la u dhaxday abidkeed ma dhicin haween uu nebi qabo inay sinaysatay xataa marka la yidhaahdo imra'atu nuux iyo imra'atu luut labadaas khaanataahuma markay khayaameeyeen caqiide ahaan bay u khayaameeyeen marnaba may sinaysin sida culimmada tafsiirku ay yidhaahdaan marka caaisha radiallahu tacaala canhaa kama suurtoobin ee maa khayr filataan oo tidhahdaan annagu reerkaa khayr baanu ku ognahay maxay u dhici weyday lowlaa miyay dhacdo id waqtigii samictumuuhu warkan aa maqasheen dhanna muu maleeyo almu'minuuna ragga mu'miniinta ah waalmu'minaatu iyo dumarka mu'minaadkii bianfusihim khayra naftooda may khayr geliyaan oy khayr fishaan wa qaaluu ay idhaahdaan haadaa warkani ifkun mubiin waa been cad oo aan loo soo gabanin maa tidhaahdaan oo saa u fahamtaan duulkan munaafiqiinta idinkala dilaya ee doonaya birimageydadiinnii inay fadeexadeeyaan oo qoyskii ugu sarreeyey muslimiinta ayay rabaan inay xumeeyaan oy ceebeeyaan meel idiin dhowrsanaanaysa ma jirta haddii qoyskii nebiga iyo rasuulka gurigiisii fadeexadda noocaasoo kale aa ka aqbashaan oo idinna aaqaadaa dhigtaane wa qaaluu may idhaahdaan mu'miniinta iyo mu'minaadku haadaa warkani ifkun waa been la sameeyey mubiinun oo aan cad maad tidhaahdaan lowlaa jaa-uu lowlaa miyay jaa-uu la yimaadaan cusbadan iyo kooxdani calayhi warkan biarbacati shuhadaa ilaensina la qiray afar markhaatay lahayde afar markhaati maxay u keeni waayeen
فإذ لم يأتوا بالشهداء هذان مرقاتي الله إيمانن كون بينت وضوضا هذان مرقاتي الكينن فأولئك كواسي عند الله إلهي أكتيس هم إيقوا الكاذبون بين عليال بيك قريهين ولولا فضل الله عليكم هذان ديغد إبكركين أهان لهين ورحمة إن حريصت على هذان كركين أهان لهين في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة بإذن إلهي إذن حريصنا يوم هذان تاس إذن هرين لهين لو الله بان كرد أرتبا إلهي يلي مسكم وحا إذن تابا لها فيما شيقي أفضتم أعزكاد أحم قورتين وركي أعزكاد أحقشين فيه نحدي سوحا إذن كان هليل لها عذاب عظيم وركا أعزكاد أحقشين يقادا دكتين عذاب باسمد إذن كغسو دق لها لكن وحا كعيمتين إلهي نحريس دي سيفد لقيسا لمسكم لو الله بان كرد أرتبا وركا سيدا سمد الله قدر إمه إلهي وبعروضي وحا دعي لها إذن وإذن تابتو فيما شيقي أفضتم آيسكاد حقشين فيه دعديسي ورقات كاسا عذاب عظيم عذاب آد إي آد أوهن با لكل ملاهايدين قرمال عذاب كلكل ملاهايدين إذ وقت تلقونه آد سقد بنايسين ورقا نمبنن وقد بنايي بألسنتكم مركع عربيالك آد كجهد ليساني سقد بنايسين حالة داسا عذابكو إذن قبصن لها وتقولون إن أرنيسين بأفواهكم أفكا أذكر هيدين ما ليس لكم به علم وحيدنان علمي أقوني الدليل وحين آدي سجد بنيسين أدعرب كنكشي جيسين وتحسبونه وحا أم لينيسين وركا قد بنيسين هينا أرن فدود إن ويهي حق إلهي أرن ويد الله فضلاء ويد الله هولي رامركا وركا شكشي جيسين وهو وركاسي عند الله عظيم إلهي أكتي سأد بوقوة إن حمانتي سب ولولا أمي إذ وقت سمعتموه آم قشيم قلتم ما تراهدان ما يكون لنا أن نوضع تنتو أن نتكلم بهذا وركا نوكل إن كهد الله أن مناسب كي يجمع ما أهم ما تراهدان ما تراهدان أنا كإله أدا عيب كنسهن هذا بهتان كنوابين عبور عظيم أو وين انت اسايدن كدف الليل ما انت تراهدان يعيدكم الله ربي وحو ايدن كوانين يا مسلمين تاي ان تعودوا لمثله ارن كانوا كلا دب ان ايدن قبصتوا ابدا ولقن دب دنبي سحاجدن وكلا ايدن كدعين ارن تنو كلا نحفظيد السنن حفظيد سننا روح مسلمة اولا يقانو او بريئة مركي عداوه يا منافقين تربان ايني نرش ايسم عد كدلان مؤمنين تكليه مركبة أسوه من الدفاع حق لهم با إلهي ليا يعيدكم الله إله با إذن كوانين يا وإلهي إذن كوانين يا أن تعودوا لمثله أبدا أي لألا تعودوا إن إذن كن قن لمثله أبدا حاجدنا كلا ولي قدن به يدب إذن كدعين إن كنتم مؤمنين وهداء المؤمنين تهين ويبين الله لكم الآيات إلهي آيات كأيو إذن بيامين دونا والله إلهي عليم حكيم علم بدن حكمة بدن ويان إن الذين كوا يحبون آدو جعل أن تشيع الفاحشة إن يحمان تيزيند كفافتو في الذين آمنوا كوا مؤمنين تدحدود إن حمان تأي كفافتو كوا كشقية وعرن كالله جعل مؤمنين لهم وحي إليهن عذاب إليهن أليم آدي آدو حنون بدن ذاتك بنا آدمك كمتك آه مسائل كحمان تعقفة في مسلمين تدحدو ذا وحانوه بلن قاضي نابا إلى هيري إني عذاب آذي آد أكل أي لكل من دونان في الدنيا الدنيا دنا ويكس العدونان وإلى هاي حنو نعن حن حن إيو أبار إيو بلاي إمحان كل هذا سمعة حمو إلى هاي كر دي دونا والآخرة آخرنا وميلها مثلا في يدا عائرات كإيه قاولان تلقو الدعوض إيه الرواية دهن المحان كورا هذا عاريات كه حنحنيه هذا اللذا المحان كورا فاحش كه درين كذا اللي رضا كعينه يكو وكشة كه يئيه وحاسور دني وحي جوجل ديك ويهين مع صيده عينه يفضوداته أو أيسك سهلناته عيب عن الله أركن أو دو ده مركي حمانته فافته أخلاق دي أمضوا أي باب بعضه
ummadi haday bil akhlaaq noqotana wax mustaqbalo ay leedahay ma jirto فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هل كوجوه الرئيسة أمد لقد لقدتوك تينفتو كده ذهي وحويا وخلق أي أخلاق ذا هذه أخلاق ذا الله ويرره وأخلاق ذا الله بابه أمد أسي هرمر مجادو مص وكعيسو مرك إلهي وليها إن الذين قوة يحبون الشعل أنت الشيعة إن يفافتو الفاحشة حمانة يزندو إن يكفافتو في الذين آمنوا مؤمنين تدحديدا قوة حمانة يعني أولا لين يا إلا فافيو لهم وحي إليهم عذاب أليم عذاب آدي آد كرر به ليان في الدنيا والآخرة إف إيا آخرة بإلهي وقتك مايو شرقول كاي ومضى إسلام كاي دحديقيا والله إلهي يعلم إلهي با علم له وأنتم إذنكنا لا تعلمون إلهي إساقا علم له إذنكم سن لكن علم مليه دين وهذا قرش اللي دين أخلاق دار دور نيسا ولولا فضل الله عليكم هذا ديغ دي بقود كينا أهان لهين ورحمته نحريست إلهي هذا ندشينا أهان لهين هي لهلكتم وهلك سم إلهي دين وأن الله إلهي رؤوف إله آد قد بعسن ويان أدوميهيس رحيم وأن حريس بدن أن حريس بدن أدوميهيس يا أيها الذين آمنوا دولك إله يا الرسول برمي يو لا تتبعوا هدبك لنا وهرع راعنا خطوات الشيطان دار تلابوين كإبليس هراعنا وهكود ينين إبليس وحي جيسا ومن أحدك يتبع راعة خطوات الشيطان قرشياشا يتلابوين كإبليس نكي هرقليا فإنه أحد كاس يأمر إبليس وحو يعني إبليس كوحو فريا بالفحشاء وحلقوك رقورا وحمانا والمنكر إيا وحي نفتو دي دقن بولا الصعداء إبليس كاسي وح خيره وكلا كل مدون تان مجره إبليس هكودا ينين أوراد كيسا الراعنا أوركينا أور باس وإبليس أور كاسية الراعين أور بار أور كذا أور باص لقو ما حريري عليه فإنه إبليسكم يا شيطانكم يأمر وحو فرا مخلوقاتك بالفحشاء الزندة والمنكر يا وحي إيشو ديد أورم بيا قلبكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته أدان إلهي ديق دي سي نحريس ديسو قود كينا أهان لهين ما زكا مو طهر من منكم أحد إذنك كمد من أحد روح نبع روح إذنك كم إذا هو طهر ملا مجر أبدا ولي قيد با وهذه مركة دنبابتان با البابك التوبادة الله حين لا توبادة عنه إلهي إذن فور إلهين روحنا الدنبقة إسكما ما يدي كارين إنسان كنا سيدي سواء خطاء مركو خطاء نقضه وقفنا إنه توبك إنا أفورا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هذه إلهي البابك التوبادة عنه إذن فور إلهين لما أنت وح طاهر إلهي وتزكية يحل لها أما النظيف نقول لها إذنك مجرين أبدا ولقيت بأ ولكن الله حصي شيء إلهي يزكي من يشاء روحه دون إلهي بأن نظيفين وحسلنسين يا توبة والله إلهي سميع عليم إلهي ومغلى عدومه سأولوه هو يقان ولا يأتلئ أولو الفضل منكم والسعة آيادها نصوص على روحك والرمية وآيادني مكان عرب كسارين سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وحو بيلين جيري نيني قرابة أهايين أو مصطح لغورين جيري أو صحابة الرسول كان كمدها لكن رقي كسن بري رحضي قصة عائشة إفكي أهيد رقي آدي آد وقولوا لي كمد نغضي أو وحاكونا عاي محانكونا هذا أرنتا ولقوين قري ويكوي دودي arintii oo dadkii si qaad qaaday buu kamid aha sideedii qof ee saxaabada nabiga kamid aha saalixiinta ee xasan bin thabitna kamid aha ee ilaahay ka tooba aqbalay ayuu kamid aha ninkan mistax la yiraana wuxuuna ku wuxuuna la noolaa ee maxaan ku raa abaabakar qoyskiisu kamid aha qaraabana way ahaayeen abaabakar markay cadaatay inuu mistax kamid aha ragii uu oo yani arinkan faafinayay ayuu abaabakar wuxuu ku dhaartay ilaah baan ku dhaartay inaanan gurigayga ninka mar dambe aanan ku arkaynin adduun aan leeyahayna aanan ku caawinaynin marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu maslaxaya abaabakar uu leeyahay arrinkaa dib uga laabo wuxuu ilaahay yidhi walaa ya'taliyuu dhaaranin
ولا يأتلي يودارن با إله إلا تبارك وتعالى. الأليئة كلمة الأليئة ودارت ويا يؤلون من نسائهم واتين صومر يؤلون وحي كدارنا يا من نسائهم هوين كودا بركا إلهي وحولي ولا يأتلي يودارن أولو الفضل ضدك فضلك أصاحبك ضدك شرفت لأو منكم إذنك كمل يي دارن والسعة إلهي أواسع يي الدنيا يي دارن أو يي كدارن أن يؤتوا إلي سيان أولي القربى ضدك حقالك ومصدح وانس وكي أكو والمساكين وانن ضير والمهاجرين في سبيل الله وضدك إلهي درتي أنسو هاجرتان إلهي وهو قمر خاتك عي ننها بريد الشيء هل مسيقي وايوه ما لنتا أوي لسي بتي صدح ذا صفو أيو كولجوغي أبا بكر مر قرابة دي سوءها مرنا ضير بوءها مرنا مهاجر إلهي درتي أنسو هجر ودر ربي وهو قمر خاتك عي بوءها تدك صدا صوك لي مرعي كرد عدو مربو صدا سميها كو عقابنا وليعفو هايسك عفيين وليصبحوا هاي سوغا تشير دافين الا تحبون اذنكم بميدنا انت علين ان يغفر الله لكم انو الهي اذن سامحوا انو الهي اذن سامحوا اذنكم بميدنا انت علين مركاسو ابا بكر انتو سو بودي بير وان جعلهاي انتو دارتي ككفاره غتيب او سو عليي سدكي او سين جيري ان دهرادبا والله إلهي غفور ذنب دافويا رحيم نحريس بدن إن الذين كوا يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وحادع كرتي مركي هجرة الوبحي إما قال ذنب كلا قسو هجروني هوين مسلمة ذنب سو هجرون كري وحي إيمان كرين ما قال ذنب مدينة يقول الدين تود الله صوفا كنيا لمنك قال ذنب قريشين وحي أولن جرين وحي روان دين ما عرى ريانه إني حمان صو سمعيان بيو عرى ريانه فاحشة يزينو أي كتب ميسن جرين تيبا إلهي كورمي يا عقابك كرد لنا يا قبل مسلمة وعفيفة وعن قلب قبك وحي ربي إني عاصده كوا حمان أشيك أما تمات نولات أما تي قريش لنوليد بان نقطه قبل مؤمنة وعن إدلها إنك زينة كتورة عقابك إلهي حقي سو كم تيسن أيو أيو إلهي آيات دن كل شيء جيا آيات دن وحي دفاع عذاب أتهاي هؤنك مؤمنات كأندم بجلهين عد أفلق أديسة إن الذين كوا يرمون كتورة يا المحصنات جواه بلها دمرك دورسون محصنات كواكوا نفتو دي إلالي العفيفات دورسون المؤمنات أهل الإيمان كصدح صفوه ونقسم به إلهي وصفه حبلها صفات على أنك عيب كتورة لعنو وعلى نعلى ذي كواس في الدنيا والآخرة إفي آخرة بوي كسل سيل دونان عذاب ولهم وحي ليهين عذاب عظيم إفي آخرة إلهي با نعلى ذي ولهم وحي ليهين عذاب عظيم عذاب آد أوين بكواس متيسنة يعني قبلها مؤمنات كأوقف فيه سنة يحمان آني ولقود بصمين كتب ميسنة قرمي عذاب كأوين قلي دونان يوم مال تشهد عليهم أي كمر كمر قاتل نقون دونتو ألسنتهم كوان دنبي لياشا مال عرب كود أمر قاتل غفوري وأيديهم قعمه دون أي مرقات النقن وأرجلهم لقوه دون أي مرقات كل نقن محيك مرقات كعيان حبنها سي بما كانوا يعملون وحي قال هذا سي منافقين تاسي سمين جرين حبنه ذا بالشيق دون يومئذ ما لنت صداس يوفيهم الله إلهي با أردما يستير دون وأوفين دون دينهم عقاب كودي عبال كود الحق أي متيستين الدين أي الجزاء باللغة جيدا يومئذ مالنت عين كاسا يوفيهم إلى هو أردما يستري دونا الله إلهي دينهم أي جزاءهم الحق أبا المرنت رنت أهي شق يستهم بارلسين ويعلمون وحي أغان دونا أن الله إلهي هو إساق الحق حقيقة شرتين يهي المبين أولي بعد الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولوحى للدب الصعود براءة سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها إلهي وحو لا يشمر بشمر كي سنبو للدولة إلهي وحو أدوري
خير خلق الله والنبي محمد أيو إلهي أدور عائشة عائشة وقبر في عن سيد النبي الله محمد بأيهي مد في عن انت حمي ويستورتا ناكسنا ويستورتا با إلهي اللي الخبيثات هوينك حم حمي وحي أصبنا ذين للخبيثين رق سيدو دحن حن أكر لها والخبيثون رق حن حن وحي هليا للخبيثات بي أصبنا ذين والتوكيد والطيبات هوينك في عنه للطيبين وحلو دربي أصبنا ذين طيبين ترقع والطيبون رق في عنا للطيبات هوينك في عن بيسد إليهين أولئك كوا ضمئ في عني مبرؤون ولا بري علي مما يقولون وحي قال ذي منافقين تكشيغيان لهم وحي ليهن كوا ضمئ طيبات كاهي طيبونك لهم وحي ليهن مغفرة ذنب دافية ورزق كريم أبال آذي آذي أرزاق آذو في عنه جنة يا أيها الذين آمنوا كوا إلهي الرسول برمي لا تدخلوا هجلنا بيوتا أقله غير مسكونة غير بيوتكم أن قريهن أهين قري قاقا قري آن أهين اسكمجلي كرتواكا حارا قرم إلا قرم حتى تستعنسوا إلى أدو هشتان قفك قده قجري استئناس قوى وهشيقا وحان الله قوضا أمر قادة شدا روح بن آدمه عالم كبن قري قاير بوكتاليا قريقا سو أسرارتي سي مرادتي سي حاجات كي سو ننو كو أسطرتا قريقا سا مركو جوغا هدو دونو ومر بغانا يا حاجو ينبضن بو قريقا سا كو أسطرين ياي انتا سا مركا لو دمانت غادا يا إنو أملي كو هلو مركا إلهي وحولي مؤمنين تا قري آدم دقينين ها إسكي قلنا حتى تستعنسو إلا آد كا إذن قادتان عدة دقين وتسلموا على أهلها اهل كذا نولي بعد سلامتان ذلكم انا صدع يا شامبا خير لكم ايدين وعن لعلكم تذكرون مركا وحلقا يا با انا دوان تودان عقل ايدين كرلو فان لم تجدوا فيها احدا قرقي اند لهين ايات امرادي مركا ساد قرقي تكتي احد مما تشوغو حتى هدو الباب كفرين يا هجلين قرقي اد امرادي مركات بنانك كهذا شو سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم لقول الدين وايو عند سنقرب آد ويدو قري عين كاسها ها ونيا هيسكو قليل محابع كرا إنو توب بشب صدي أوضا بدأ إنا إنت هاد قشو أديكو قري جي كشرا عدي لها إذا يكو قوتي ما دو وحابع كرتا إنتو قفل قدي لا يقف قيل هابا ميدي هاي إن هذا أديق واسكنا بقنا وغلب بوريجي قشو رعدة دي ده بس عتينا كوجو تمادو ولا إذا أديق أنا كوجو نبي اسكت دلقات أو هذا هو حانات كذا بالان كريم بك أجي مادان بركا إلهي وحوله جوري آنات الله هين هجلين هدي آن لجو إذمن أوف كذا آنات سلامين هدي جوري عدل بيا هاي محيي ليا فإن لم تجدوا فيها أحدا هدا روح بك ويدان ميا جوري فلا تدخلوها هجلين حتى يؤذن لكم إلا إذن إيا أمر كهشان عد إلهي دمويان وإن قيل لكم وأبل كتيرا قريقي وعد لبا معها دادكي كتيرا مركا تريع السلام عليكم وصوغلا أيكو الرالي نقاه وإسكنقو هولبان هيسناي تاسي وحبيي هو قادن إن إلا ويسيو وفو حق بولي هاي هولبو يالنكرا هدي أدقو أمراد لا إسكنقو لغو إرادو عبادك وكتير تي يا إلهي عبسدي سينا النقطوي سيدو إلهي ويدبين أيام الفير مسلمين تا وحا إلهي إلي هدي مركا فإن قيل لكم هدي لا يدكو إلى هذا لكم إذنك إرجعوا إسكال الله أبتا فارجعوا إساق عدد قولي إسحق لا كتلي إسكال نقو هو رجوع أس إن هذا إسكال الله أبتا أيا أسكال لكم إذن ظهارت بضن رجل كريم شخص كريم أو حقي سي حق بن آدمك كالقرانا ياد نقون كلكا سلا سائدين ظهرنام بضن والله إلهينا بما تعملون عليم وحد سمينا يساوه كورهيا انتا سوا قريه ضد جنايين محان كييليا البركدي محان كييليا اسبتالكي محان كييليا قريه عام كأها كوا عين كاسا البركدي عدبالي دكان كي عدبالي دكان كينا وحكي بسنان ربا
دكانك الباب كيس أنت نستخدم يعني مصوغة لا البركة دي مصوغة لا وحي عام كأها يدم تقود كجر تمحالك يليا وهذا كيف جلسة عدي شو قتاد مركا الله هذا ليس مراد كأجا وش يا جنسة إن هذا كيف جشان مركا دم بما ما هذا مهرات عامة ومضى كبا حيس أيتاي وحبا استئذان كامر ربا إلهي مركا إلهي وحج ليس عليكم جناح واحد دم بي إذا مر راعيه أن تدخلوا إن أتكشان إذا كمر راعي بطون بيوت قريه غير مسكونة أن ديجان لو قلت تلقل فيها حاس يرر هدان الدجانين لحد إذا قريها صو متاع لكم مراد يضرنا إذا كجحران تاي واحد دم بي إن أتكشان إذا كمر فوليه قريه غير مسكونة أن ديجان لو قلت تلقل فيها لحد إذا فيها لحد إذا متاع أيضا إذا كجحران تاي لكم إذا والله إلهي يعلم وأجهي ما تبدون وما تكتمون واحد موجسان إنسان إيه واحد قرصان إنسان بإلهي وهذا أجهي هدي عاد مركو عربته وجنم الله سعته وعاد بقس كتر عادي كلبا إلهي واقوارك يا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلهي وحليه تبارك وتعالى إن بهنوا وسهن كقفك بين آدمك معصية إيجا سهمية خير كنا إيجا سهمية مركا إلهي وحليه ماشى مع صدعة يوحي النفط أيدي دنتهاي يكوسها منا كلا أبا إن ده حاجة وقول واحد كتر النبي الله للمؤمنين الرجع مؤمنين تا يغ للمؤمنين مؤمنين تا كده يغضوا هلا بين أبصارهم أبصارهم إن ده هلا بين ويحفظوا هاي الأشدين فروجهم حبنتو ده ترن كرا هاي الأشدين ذلك إن السدا يعلم با أزكى اللهم مطهر نام بدن والنظافة بدن وعافمات بدن إن الله إلهي خبير بما يصنعون وحي بن آدم قسمين ينحق قلبه إيهي وقل وحات إلى نبي الله للمؤمنات هوينك مؤمناتك وحات ينفرين قرسيسا يغضضن هلا بين من أبصارهن أي أبصارهن إنه دهوس أوليين ويحفظن ها إلى شدين فروجهن حبنتو دترنكن ها إلى ليين ولا يبدين انت وحا اراده ايغه هوينك ولا يبدين اي سو بندين زينتهن بلعدودا اي قروخودا الا ما ظهر منها وحي موقنين لقارين كرين مويانه انت موقنيسن عيد قارين كرين وامرده غودكيده اي جيركيده مركي جلباب كي خيرتو حبنهد وي كلا سرين كران وما قارين كرتو وليضربن حيالين بخمورهن خمار روح الله يرضى واشل متين ونقانو ما انت هو انت مؤمنه دهي خمار كده يشل مده ده هيشو على جيوبهن انت لابطه يشفكه هكل الله دي ان با الهي دي لبا حكم با غبده مؤمنه ده لغا ربا ان اي لابته ده مره هره شل مده كو قريسو تاس وا حكم وا ايدن سوره دي كلي احزاب نو حين كو سو مري يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن مركا لأو وين وشالمدى كالقروين وإن هدنا دوشا أي كحدا واسدة هبلها مسلمات كالصوماليات غالبا أي أوقاتان ديريسك وحالا قربا شالمد يجي الباب كالسرية لبدا سائلة هيك وأمري إن هدان هبلو ووقت قهر عاد جاهلية هبلوه وحي سمين شرين إن اللابتو ذا قاويان إن اتمهو ذا قاويان إن قعمهو ذا قاويان أو ولي ما انتش المدقاتان لبضا دنعينتي ككل الرهدان يدور دوبا أي رقا يسكرد أحمر يجرين سيدا ما انت صور نقطي عادة يغري قال لي مدب لوغو صور نولي مركا ربي وحو يرهب لها مؤمنات وحان كربنا إن أي خمار قاتان أو شلمد مركهوري انت اللابتا أي ككل الرهدان كبعدنا جلباب كأي دوشة كهو ذان مركا آياتنا وآيات الخمار كتلمامي سويان إلهي مركا وحولي تبارك وتعالى مركي إن دهو ذا اللابتان وإن آني موچنين قروح دو ذا إلا ما ظهر منها إنتي موقن كرتا آني قارين كرين مويان وليضربن حيالين بخمورهن شلمدهو ذا على جيوبهن اللابتا يشفك حكسو دايين ولا يبدين سنبا يا ام جنن زينتهن بالعد يا قروخ الهي سي الا مركا لغا ريبو او اي ام جن كران لبعولتهن زوجيالكو رقبه او ابائهن ام ابيه دلي
أو أبناء بعولتهن أما الرجل ويلا شيء دارين أي آية دا أوتاي أما إدة دا أوتاي ركوا فرات كسروا يقانين أو أما س أبنائهن إن ماذا يجوا أي دارين كوانا هذي أوت يعني حبنه هذا قار كم إذا أي أركان عمله ويكلا سارن تهايو زوجكو شركة دو دوية أنت كلا محارم تهينا وأنت حدون تهيو تلبها أنت أود حيصم ملهن أنت كلا way arki karaan dambina kuma aha haweenta marka ilaahay wuxuu leeyahay quruuxdiina ma arki karaan ragina mooyaane ama aabaahinna aabayaalka hablaha dhalay mooyaane aw abnaa'i bu'ulatihinna aw aabaa'i bu'ulatihinna ragga qaba aabayaalkood waa sodogii weeyaan أو أبناء بعولتهن أما رجع قبا إنما ذي أي دلين ويان أو أبنائهن يوكو أي دلين ويان أو أبناء بعولتهن أركان كسر علي مركا أو آباء بعولتهن رجع دلي سوشتك وذا يعني صدق إلا جوذا أو أبنائهن أما إنما ذودي أو أبناء بعولتهن رجع قبا إنما ذي دلين أو إخوانهن أما إياك ولا لهد ويلك الله ولا لك صدح درفه ولا لك لن قن كرتها قبره إن إسكو أبيه يأيهن إن إسكو أبك ليهن يا إن إسكوه يأيهن صدح ذا ولا ينا دمك معها إني شرك إذا قار كم إذا أي أركان أو بني إخوانهن ولا لدود صدح ذا ولا ويل كي دلين أي إهدد أوتهاي أو بني أخواتهن أما حبلها إيادة لدى شيء إنما ذي أي دلين أو أي حبرير تأوتهاي أو نسائهن أما هوين كمسلمات كعا مركا أي لجوكتو أو مركا حبلها مسلمات كعانا ما بين السرة والركبة وحاران وانا قبرنا مركا أي لجوكتو هوين كمؤمنات كعا inta kala way dhar furan kartaa way iska dhigi kartaa haday dumarkaas muslimaat yihiin weeyaan aw ma malakat aymanuhunna ama haweenka adoonta iyaga u ah walow mushrikaat baa noqdeen haday gabadh adoona oo iyadu leedahay ay guriga la joogto inta hablaha mu'minaadka ay arki karaan bay iyana arki kartaa aw taabiina waxaan dambi ahayn in jirkeeda qayb ka mid ah ay arkaan والتابعين تأيد دبردونك غير أولي الإربة أن دنيه اللبا كلاهين دمر يحاجدو ومن الرجال رقا كميرا مثلا نبا حنيه بلا قدفاني حنيه بمالي أما هو إسكن عسو هنقوري قايه علوش مويان مراد كلابا مالهان كنو عسو كلاهان دمر وحلوغا مرادا بحان قرانين مركا رقا سو قد تقيانون عن تأهانو سو راعا kaaso kalana wax awra ah oo aan bayna surra wa rukba haday arkaan dambi maaha aw tifli ama ilmihi yara alladina carruurtaaso lam yadharu aan taalacanin calaa cawraati nisaai ceebtiyo cawrada dumarka inanka yareen weli kala sooci karin kaasna dhibaato male laakiin hadda waqtigan xaaliga internet iyo balaaya ilbixisayo iminka carruurta saddex jir baabay ku qaangaadhaan wax walba ay ku fahmayaan marka waxa uu la wareegaysaa uun xukumku xaalka uun buu la wareegayaa ilmuhu hadduu saddex maalmood saddex uu ku tamyiis noqdo oo cawrada iyo ceebta kala garanayo isagoo saddex jira alxukmu yaduuru maca alcilla xukumku sidiisa wa cilladuun buu la wareegaa marka waxa weeyaan ilmihii haddaanu faallayn karaynin oo cawradii aanu waxba ka garanaynin cawrada intaa xudunta iyo ka dhaxaysa jilbaha mooyaane inta kale wuu arki karaa ilmaha yareen mumayiska ahayn walaa yadribna yay ku garaacin biarjulihinna lugahooda dhulka yay ku garaacin oo markay baxaan dumarku carabtu waxay xidhan jireen dahab bay lugaha gashan jireen dahabkaana waxaa loodhan jiray khalkhaal sida gacmaha loo gashado dahabka ayaa lugahana ay u gashan jireen markay ragga ag marayaan ayaa si loo soo fiiriyo ayay lugaha dhulka la dhici jireen sanqad baa markaa bixi jirtay markaasay raggu milicsan jireen
gadaal dambana waxa la sameeyay wax la yiraahdo kaba qaraafica oo intay quriye ka sameeyseen daba jiitamay dumarku qararac oranayo oo dumarkii markaa la fiirinayo xubnahoodii iyo lugahoodii markaa ayay dumarku cagaha wax ka sanqariya markay xidhaan yay aad dhulka ula dhicin walaa yadribna yay la dhicin bi arjulihinna lugahooda dhulka yay la dhicin sababtuna ay tahay liyuclama in la fahmo oo la ogaado maa yukfiina waxay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda ay qarsanayaan in lagu baraarugay rabta watuubuu ila allaahi jamiican dhammaantiin ba rag iyo dumarkaa doontaan ahaadoo ilaahay u tawba keena ayuha almu'minuuna mu'miniintahay lacallakum tuflixuuna waxaad xaqiiqo ku tihiin inaad liibaani doontaan haddaad taqwo la timaadaan waankixuu guuriya alayaama kuwa aan xaasaska lahayn waa iskaabulada maanta aynu nidhaahno weeye kuwa aan xaasaska lahayn ee aan rag iyo dumarkaba labadaba ayim waa layda alayimu waa ninka alayimatuna waa gabadha waa markaanan guri lahayn oo aanay xaas ahayn baa ayim la yidhaha af carabiga waankixuu u guuriya alayaama kuwa aan guryaha lahayn oo minkum idinka ka mida wasaalixiina min cibaadikum iyo kuwa fiican ee addoommihiinna ka mida oo ragga ah wa imaa'ikum iyo dumarkiinna addoommaha ah u guuriya in yakuunuu hadday yihiin kuwa loo guurinaya fuqaraa'a hadday baahan yihiin oo fuqaro yihiin yugnihim allahu min fadli ilaah baa deeqdiisa waasica ku qani yeeli doona wallahu ilaahayna waasicun ilaahay kii ballaadhiya weeyaan risiqa caliimun oo cilmi badan walyastacfif ha dhowrsoonaadeen alladiina kuwa laa yajiduuna aan hanan karayn oo haysanin nikaaxan guur ninkaan hanan karin ha adkaysto xataa yugniyahum allah ilaa inta ilaahay uu ka hodminaayo min fadlihi deeqdiisa wax ka siinayo oo marka aad guursanayso addoon ha guursanin adigoo le waan adkaysan kari waaye haddaad addoon guursato ilmahaagiibaa addoon noqonaya taa waxaa kaaga fiican inta aad tagooga ugu shaqayn lahayd intaad tunka ugu shaqayn lahayd inaad tagooga aad ku haysato ilmahaaga marka ilaahay wuxuu yihi tagoogeyna ku haysta haddaydnaan hanan yacni hayn waxaad ku guursataan naftiinana aad hanan kartaan walyastacfif alladiina ha dhowrsoonaadeen kuwii laa yajiduuna nikaaxan aan guur heli karayn xataa yugniyahum allahu min fadli ilaa ilaah deeqdiisa uu ku hodminaayo waladiina kuwa yabtaquuna alkitaaba arrintana waxay ka warramaysaa dambe nin addoonaad haysataa ama gabadh addoonaa kula joogta waxay damacday inay xorowdo waxay kuula yimaadeen arrin ah warniyahow adduun iga qabso aan soo shaqeeyo adduunna igu xukun intaa markaan iska bixiyo anna aan adduunkayga iska maro eh yacni ila heshii mukaatabaa la yidhaahdaa hadduu kalsooni noocaasa uu addoonkaagii kuula yimaado addoon unbaad ii ahaanaysaa ha odhanine la mukaatabooda oo heshiis kala qorta waa hadduu laakiin yahay nin wanaagsan ama ruux wanaagsan hadduu ruuxu yahay ummadda ha ku sii daynina laakiin kii wanaagsan ee ku yidhaahda heshiis ila gal adduun baan iska bixinaya waan soo shaqaysanayaa waxaa laydinka rabaa inaad ka aqbashaan oo weliba aad idinku wax taarataan marka aad yacni heshiiska la gashaan ilaahay wuxuu leeyahy markaa tabaaraka watacaala waladiina duulka yabtaquuna doonaaya alkitaaba inaad heshiiska la qorataan oo ayaa ah mimaa malakat aymaanukum kuwa gacantiinu mulkiday hadday idinla yimaadaan heshiis ila qoro fakaatibuuhum la qorta in calimtum wa haddaa ku jirrabteen oo ku ogtihiin fiihim khayran hadduu khayr leeyaho nin saalixa iyo ama gabadh saalixada la heshii oo la qoro heshiiska wa aatuuhum siiya weliba min maalillaahi deeqda iyo maalka alle alladii aataakum iyo ilaahay idin siiyeyna weliba wax ka siiya waxaad tidhaha intaasaa taqdiim oon ku siiyey anigu walaa tukrihuu aayaddan qaybta dambena waxaa lagaga warramaya arrin ka dhacday madiina ninkii loo odhan jiray cabdillaahi bin ubay bnu saluul ayaa wuxuu lahaa laba hablood oo addooma ah buu lahaan jiray gabalku markuu dhaco ayuu odhan jiray ordosh oo shaqeeya inay sinaystaan macnaha markay diidaanna uu karbaashi jiray cabdillaahi bin ubay bnu saluul haweenkiibuu maqlay nebigu sida loo gelayo ilaahay baa qur-aankan soo dejiyey markaa ilaahay wuxuu yihi walaa tukrihuu ha ku dirqiina fatayaatikum hablihiina addoonta ah cala albiqaa'i inay jirhkooda ka soo ganacsadaan in aradna waa hadday weliba rabaan taxasunan shardi uma aha haddii aanay iyagu rabin sii daaya ma ahane
adoonta inta badan nin kalebaaba ku dadaali jiray inay cafiifaad noqdaan. Haddii ilaahay cafiifaad idinka dhigo ay dhowrsoon yihiin inaa idinku sii firdhisaan oo sii fitnaysaan ma aha baa laga wadaa. In aradna taxasunan, haddii ilaahayba idiin wanaajiyo ay fiican yihiin idinku ha fitnaynina. Sababta aad u diraysaanna litabtaquu inaad raadisaan bay idinka tahay carad alxayaati dunya, dhaldhalaalkan adduunyada inay idiin soo badiyaanoo ay waxoogaa yaroo lacaga soo shaqeeyaan jidhkooda ayaa ka rabtaan. Taa ha yeelina. Waman yukrihmunna, ninkii dirqiya addoontiisa ee inay soo xumaysato ku dirqiya, fa ina allaha ilaahay min bacdi ikraahihinna, inta sayidyaalkoodu ay ikraaheen dabadeed, ghafuurun raxiim, ilaahay dembi dhaafo naxariis badan weeye. Kan dirqiyayaa dembiga loo raaci, iyagase dembi u qabsan maayabaa ilaahay yidhi, walaqad arsalnaa ilaykum aayaatin mubayinaat, la wallaahi baan ku dhaaranay waxaan idiin soo dejinay aayado cad, wa mathalan, iyo tusaalooyin, min alladiina khalow, dadkii hore tegeyna tusaalooyin baan idiin soo barnignay, min qablikum idinka hortiin joogi jiray, wa mawcidatan, waanana waan idin siinay, lilmuttaqiina, waana u ah dadka mutaqiinta ah, in badan waan idin wacdinay, waan idin waaninay. Kuwa wacdigiiyo waanada ku cibro qaatana, allah inaga yeelo, wabilaahi towfiiq.